بتاعت الداتا اكسكشن. خلاص؟ عشان اعمل زي الداتا اكسكشن. الداتا اكسكشن ده قطاع اكتر من كده. الداتا اكسكشن بتاع السكشن عباره عن ابر بلين ولور بلين وبينهم فيرتيكال بلين. يعني ايه يا صاحبي؟ انا دي بقى معايا. انت عندك قطاع السي عشان تصور دي بقى معايا ودي بي سي. تمام. هنا عشان اصور يعني المقصود من اي قطاع هنا دي؟ هنا بقول لك الاتش ويب على التي ويب
نساوي 830 على الف يو، مش مكتوب عندك، مش مكتوب عندك، ده نسيتك تكتبه بس هتلاقيه في الشرح. مكتوب عندي 190 على جنب. اقول لك بس انا من هنا هطلع منكم قيمه الديو. حد يطلعها على الحسبه لو حد معاه الحسبه. انتوا بيعملوا 3.6 في 160 على 300 يعني مش بدأ في الفن؟ وقت كويس بس هيجي ولا هيجي التصميم كمان؟ إذا خلص إيش هتعيش في الموضوع؟ يلا يا عم الحاج. ثلاثة بوت ستة؟ ثلاثة بوت ستة. 160؟ 160. على 830. 830. أنت مسافر النهارده؟ 0.694. 0.694. سلام عليكم. خلاص؟ في مشكلة في هذا؟ في مشكلة؟ طب تعالى بقى الشاهد، ده عندك حسب الويب، 10 كليتش ويب على التي ويب. تعلم. بيساوي 190 على جهاز جديد فيه. بيساوي 320 على جهاز جديد فيه. بيساوي 365 على جهاز جديد فيه. خلاص؟ امتى الكلام ده؟ الكلام ده عدل الـ H أكبر من 1 وعدل الـ 2 و 4. من الـ H أكبر من 2 و 4 وعدل الـ 2 و 8. من الـ H أكبر من 2 و 8. حلو السؤال. إذا كانت الـ H دي أقل من 1. فوق شوية يبقى الفورس هنرفع لهم
طب هطلع الفرصه دي ازاي؟ اللي هي السي اللي هي بتساوي تي، هتساوي لينك ماكسيمم ديزاين على 97% هنا بقى من اتش اكس جيم. يبقى السي اللي هي بتساوي تي هتساوي 500 658.33، ما تنساش تحول اليونتس على 97% في 160. لو انا مش عايز اضرب في 2 يبقى دي 61، عشان اليونت بتاعتي ايه؟ بتقطع بيت اكس جبر، يا اما تعرض عليها بالبيت يا اما تعرض عليها بالصبر. اضرب في 1000 تقريبا. اضرب في 100. اضرب في 60. المشكلة في الكلام ده؟ هطلع من هنا 50 سنين بتساوي 4 2 4 في كام؟ خليك تحسب. لا مش هتحسب، انت حسبت غلط. لا يعني انت هو مديك دلوقتي قال لك الكوبري بتاعك ده هتبقى كام؟ 36. بس بقول لك صار من ده سكشن زي ما قال لك كده الانش بتاعتك ب 3 تمام، مش زي وهو اصلا 36. لو في تعوض في دي بنسبه اكتر من 99% تمام هيطلع معاك بتاع 50 هتطلع الكبر تاني. لا يبقى بلاها الموضوع ده اصلا. يبقى انت كبر دماغك يا ريس، خد على طول يبقى انت عندك البي فلانج بتساوي 20 البي فلانج. طيب ثبت على كده وراك تمام. تمام خلاص كده المشكله. يبقى تعالى عوض هنا، يبقى عندك كلمتين وثلاثة وانت 15 هتساوي 20 تي فلانج سكوير زائد سدس ال 160 في كام؟ 61. طلع من هنا تي فلانج بتساوي 2 83 سم. الميل الزوجي
كان وفي فلان طبعا الكوتش ده وبتيجي صح كده مش كده الكلام ده هنطلع على كده حاجه اسمها البروجكتس والسكشن طب هنطلع على البروجكتس والسكشن دلوقتي خلاص تعالى كده نشوف ويب هنحطه في متر والتي ويب والديتش والبي فلان والتي فلان عايز اطلع مين اختار اهو عايز اطلع الاي اكس طلع الاي اكس ازاي واحد فاضل كده على طول اللي كده في مربع الوقت شغل ابتدائي يعني تعالى ناخد الموازي والتي ويب الاتش ويب تابعين على 12 الانرجيا بتاعته مش هتفيدني في حاجه عشان الشاشه ولا مش انت بلاك زي دي فلانج التي فلانج تابعين على 12 زي الانرجيا دي فلانج دي فلانج زي الاتش ويب زي التي فلانج على 2 الكل سكور طب انا عندي فلانج فوق ابيض اهو في الفتره دي ممكن الجزء ده تعمله نجري الجزء ده لما انت تجيبها على ايه؟ تجيبها على الصغير فالزياده مش هتفرق معاك خد بقى فكره الرايكس هيطلع عامل ازاي رقمين في الجدول ما في بوينت ولا يعني بوينت شيب جلوبال باكر اللي هو اسمه جلوبال باكر
اللي هو اكشن حاله برود حاله ايه حاله برود بيساوي ايه هنا بيساوي واحد طيب في حاجه ثانيه والحل الثاني اللي هو اكشوال بتساوي 2 من 10 ب 2 اللي كانت ليبر بس الكلام ده لو قلت انت ليبر الكلام ده لو ما بس لو في سرندر عند الاخر لو في سرندر هنا اللي اكشوال اللي كنت بروح طب ايه وهنا ايه كانت الحرب اللي هو الاثنين دول حطيتهم مع بعض خلاص خلصتوا تعالى بقى احنا بنكمل على مسافه احنا بس بنشرح على مسافه بتاعتنا بنقول ايه بقى اشرح لك الوقت اللي انت عندك ال يو اكشن بجد بصوا ليه بالظبط تعالى نطلع عليهم ال يو ماكسيم ليه 20 الثاني على الاكس دي وقعد 380 ابدا الثاني على الاكس دي في الدي في السي بي خلاص السي بي كان 15 76 وبعد 35 انا شغال في الدنيا انا هشتغل دي مع 35 بالظبط ده هتطلع 500 دي 549 وشويه ده 596 تقريبا مش فاهم لا واخد الاقل رقم من هنا الاقل خلاص يبقى في الحاله دي هدفع مين ال يو ماكسيمم اكبر من ال يو اكشن في الحاله دي نو لاترال تورشن لازم ندفع اللابل عملنا 50 من بالي فين مش كده الكلام ده؟ تعالى دلوقتي نطلع الشيك ستريس الليف اكشن هتساوي الام على الاي في الواو انت معاك كل حاجه بس ما تنساش الكيميكس الام دي بتتضرب في مين؟ 10 اس 2 مش كده الكلام ده؟ لازم تكون اقل من او يساوي الاف اللوبل مضروبه في مين؟ بس كده عشان ايه؟ عشان ايه؟ ستريس دي مشكله في الكلام ده ما تيجي تطلع دي الاف اكشن هتزود تقريبا معاك 2 1 2 1 1 1 95 اقل من 2 ونص يعني كان مش مركز دي ليه نعم مش دي ما كانش عايز يشتغل ده بيقول خلاص هتعمل بعد كده تشيك الاف اس اه هتعمل شيك شيك هنا ليه؟ لان اصلا انا مطلع طلع الاف اس اه كتير ازاي؟ طلع الدنيا ثاني ما عادش في شيء ومش هرجع اعملها ثاني بس انا جاي بكف حوالين نفسي لما جه احلى كيس ايه بقى نعم لما جه هنا في البيت ده كيس كيس بي لا تبقى كيس بي بقى انت هزود الحاجه انت بقى عندك في ام واي انت لو كنت شاطه كده الحاجه بقى ام اكس على الاي اكس في الواي زائد ام واي على الاي واي في الاكس مش كنا قلنا جبت لا مساله ثانيه مساله ثانيه المساله الثانيه اللي هي الاربعه تريبل اللي هي انت للاسف الاربعه تراك هتبقى كلها كيس ايه؟ مش هبقى في واحد بس، انت هتحل دي بتقولها بس، وهتعمل اي حاجه. خلاص؟ هتعمل بعد كده تشيك الديفليكشن، في مشكله؟ تشيك جديد من عندك اسمه تشيك الويند. تشيك الويند. انتوا خدتوا الويند في السي 1؟ خدتوا الويند في السي 1؟ لما هتشيك تطلع اللي هي ويند. بتساوي فورس على اللي هي على الفعلاوي. وليه فعلا ودي كانت طبقا تبطل المسموع ده كانت 2 من 10 اف يو 2 من 10 ده كانت 2 من 10 اف يو والهيد دي كانت بتساوي الهيد في الاس قلنا هاخد الهيد بواحد سطري وبعد كل اللي موجود عندي ايه؟ الاس بس في مشكله في الكلام ده؟ مشكله؟ طب هطلع الفرصه دي ازاي؟ هي التاو فاكرين الشيء ده عشان مش مكتوب، ده خد اهو، اهو. ايوه.
درسناهوش ده اتلغى من علينا. فاكره والله باشمهندس خالد فوزي كان بيشرحه واتلغى من علينا. ايوه ايوه خدت الشيء انا مش ما مشروع مش حد يشرح لنا الاس اكس على الاي اكس. طب الاي اكس معايا الكيو ده معايا اللي هي 45 مده 12 طب الاس اكس بتساوي البي فلانج في التي فلانج مساحه عزم الكسور بالنسبه للنجله لغايه الماكسيمم البي فلانج في التي فلانج مضروبه في مين؟ في الاتش 1 على 2 زائد التي فلانج. عندوش هيجي في يومه. السلام عليكم.